ولا ريب ديوان العرب. فيه قصيدة يقول مطلع قصيدة وشدتني مباديها. يا سلام. وقصايدي غالبا يمكن مناهجها. الله. أما نصيحة سوق الخير نهديها ولا تحدث عن أمور تعالجها. كلمة نصف والقصايد من معانيها ترفع بها المستوى ولا تسمجها. وإن صارت السالفة فيها ما لا فيها عز نفسي وعرف اللي يخارجها نفسي لها ذوق وعيوني يتجديها إن كان بعض السلاح حرج محرجها ما كل سلعة من الأسواق نشريها يظهر لها الضالعة ناس ندرجها الكلمة الضايعة ما كني يوحيها والكلمة الطيبة بالمخ برمجها نفسي لها ذوق وعيوني يتجديها إن كان بعض السلاح حرج محرجها ما كل سلعة من الأسواق نشريها يظهر لها الضالعة ناس تدرجها قلته ونفسي ترى ماني بزكيها خاف من موقف إلا النفس يحرجها كل له ظروف بالدنيا يعانيها وأنا علوم شرحت لكم برامجها يا ناقل السالفة من راس راعيها بعض السواليف ليتك ما تروجها الصمت عنها مع الأيام ينهيها والطيبة دائما تحمد نتائجها وجهة نظر والعرب تدفع مبادئها والطرقة الواضحة تعرف مخارجها والناس تمشي تحت تدبير وليها منزل الغيث والضيقات يفرجها وسلامها. سلام الله يصح لسانك يبيض وجهك ويبارك فيكم تعلمك تعلمك يطول عمرك والسامع عمرك ما يقصر. قولي يا الله فيها شوف سلمت ودمت.